فيها لكن ما حدش فيها هي دور الرابطة في نجاح الانتخابات القادمة. احنا عملنا مع المرصد في الهيئة الانتخابات الفارغة والمرصد اشتغل كما ينبغي وبينا عملنا تقرير وبينا عديد نقاط تجربة كانت تجربة باهية أدت إلى انتخابات ديمقراطية وشفافة وكل قلنا نص شفافة مش لأن وقتها تجاوزات وقتها رحنا إصلاح القانون الانتخابي فاعتقادي احنا توسعين لأول حاجتين لإنجاح الانتخابات قبل رصدها لابد من إنشاء هيئة عليا مستقلة للانتخابات الناس بالتجربة السابقة فيحبوا يبدلوا التسمية أروا تبديل التسمية من هيئة عليا مستقلة إلى هيئة وطنية سيكلف الدولة سيكلف الشعب مليارات لأن هيئة عندها لوجوات وعندها لفتات وعندها كل شيء والأوراق وكل باسم معلش بدل فيها الناس باش تطمسها لا ثم يلزم تكون هيئة مستقلة بعيدة عن التجربات الحزبية بعيدة عن التجربات السياسية مستقل عن الحكومة مستقل عن المعارضة هذا في اعتقادي لابد من الهيئة أهم جدا إذا كان معناش هيئة مستقلة رأي الانتخابات سوف لن تكون نزيهة ولا شفاف ولا ديمقراطية ثم لازم قانون انتخابي قانون انتخابي نطالبوا به تو يكون قانون يتجاوز السلبيات يتلافى السلبيات اللي كانت تقبل وإيجابيات أخرى يجيب الناس بالتجارب الأجنبية هذا سعين في حاجتين بعد تجي الرصد حاجة أخرى من الرصد لكن البعض أسس مازال ما عندناش وما معناها وإذا كان البناء سليما يمكن أن تكون معناها كل شيء يكون سليما شاهدنا في المؤتمر مؤتمر من كان مؤتمر من أجل الجمهورية عبد الستار موقف الكتاب موقف المرزوقي من النهضة ممكن ما هو موقفك من هذا الموقف بتاع الكتاب المرزوقي وهل تعتبر أنه المعارضة معناتها في الطريق الصحيح في ممكن الموقف اللي اتخذته هذا في المؤتمر لكن في البيان مع النطق الرسمي قال راه ما فهمهوش تصريح سي منصف الدكتور منصف مرزوق قال ما فهمهوش يعني راهو ما يقصدش شكاكه وراهو بالعكس الترويكا هو النقد نقد باهت ولكن في اعتقادي يلزم الانسان يكون ثابت كرئيس دوله من حقه باش ينقد والتوصيف اللي قالوا فيه جزء كبير من الصحه لكن اللي نحبه انا معناه نتمناه يعني ما يكونش لاسباب انتخابويه لانه يعني المشكله انه اذا كانت تكون كل التصريحات وكل التحركات لاسباب انتخابويه مشكله مثلا في حكاية البغدادي المحمودي شعرنا انه معناها تتذبذب في المواقف وضد ومن بعد معاه معناها الرأي الانسان لما يصدع برأي في اعتقادي ويكون رأي صحيح يجب ان يبقى مش يقول الاخرين لا هاو كذا هاو ما يقصدش هكا لا ما فهمتني النقد باهي التعبير عن الرأي باهي حتى من امن ولكن زيد مسؤول كبير لازم في تصريحه في كذا يقول كلمه مش من بعد يقولوا له لا راه ما قالش ولا كذا في زياره تاعك في جربه يمكن عمل صلاه في جربه وتعرف جربه بالكذا تراش اللي جربه يزيد تزيد فرع للرابطه في جربه هو الحقيقه احنا توا في المجلس الوطني الاخير قررنا المحافظه على الفروع الموجوده ساعه ثم ما يعني ما قررناش عدم انشاء فروع جديده في المشروع القانون الداخلي اللي مازال في النقاش في المجلس الوطني المقبل باش يكملوه لانه المؤتمر اوكل المهمه للمجلس الوطني خلينا في المشروع انه انشاء فروع ما قلناش لا محليه لا جهويه وبالتالي الامكانيه موجوده يعني اذا كان يكونوا عديد المناضلين ويحبوا ينخرطوا في الرابطه ما فماش حتى اشكال الرابطه هي مفتوحه ماهيش جماهيريه لا محاله هي نخبويه لكن مفتوحه للمناضلين مهما كانت انتماءاتهم راهو حتى مش معناها ما احنا مش مسكره حتى على اي حد كما يقول تاع يسار ولا لا لا بالعكس احنا عندنا عديد المناضلين الاسلاميين لكن يؤمنون بمبادئ الرابطه مبادئ حقوق الانسان يعني الانسان يجيك كده ما يؤمنش بالمساواه بين المراه والرجل يؤمن بالتكامل ما لازمش يكون مخرط في الرابطه وعديد الاشياء الاخرى اذا كان ما يؤمنش بالعالم لحقوق الانسان ايضا اللي هو اساس اذا كان ما يؤمنش بميثاق الرابطه ايضا لا يمكن ان يكون عضو في الرابطه بطبيعه الحال يعني الامكانيه موجوده مفتوحه للجهات كلها اذا كان مفيد يكونوا منظمين حقيقيين مهمتهم هي خدمه حقوق الانسان وليس الوصول الى المناصب السياسيه عبر حقوق الانسان.
سميت الكره كلمه نخبويه، يحتمل فما شكون في موحه اخرى. شنو تقصد نخبويه؟ لا نخبويه يعني احنا ماشي كما حزب سياسي مثلا ولا كما نقابه مفتوحه. لا اي انسان يجي ينخرط عندنا مقاييس، عندنا لازم يكون ثم التزام يمضي عليه، ثم ميثاق الرابطه لازم يكون موافق عليه، فما القانون الاساسي ايضا، فما النظام الداخلي، وفما العالمي والمضيق الدولية، لازم يكون يؤمن بها قولا وفعلا. بطبيعة الحال على الالتزام، ولكن اذا كان الممارسة نقبلوه، لكن الممارسة تظهر من بعد يمارس عكس هذا، بطبيعة الحال يبقى تشيخه في الرابطة. نخبوي مش معناها بتاع اساتذة ولا بتاع، لا، على المستوى التعليمي اي معناها يقرا با تا نجم يكون. اظن في جربة بشات لك على نقطة في جربة زيارتك المتعدده لجربه ومعرفتك ممكن عميقه في جربه، فماش انتهاك انت حريات؟ والله انا فاجات الحقيقه جربه كما عاهدتها، معناها هادئه وفما تعايش سلمي واحترام الحريات، وفي اعتقادي وقعت حتى تظاهرات قال لي اسمها لي تظاهرات نتاع السيسي يوسف الصديق وتعدد كما ينبغي، يعني باهي ما ريتش انا تجاوزات حتى لا من الامن لا من المواطنين. الحمد لله انا توفي معنا عملوا فيها انترفيو خارق العاده، يعني ان شاء الله تونس تولي هكا كلهم.